السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان. نطلع عليكم في أول أيام السنة الهجرية الجديدة، الله يجعلها سنة خير وسلام ومحبة لكل العالم، وسنة خير ونماء وازدهار أكثر وأكثر لبلادنا وقيادتنا الغالية. خلوكم معانا وتابعونا بمختلف الجولات اللي جهزناها لعيونكم في حلقة اليوم، وأقول لكم دائما وأبدا حياكم حياكم في ديرتنا. ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. فيكم من جديد مشاهدينا، ننطلق على بركة الله في جولتنا الإخبارية. تمكن فريق فالكونز السعودي من تحقيق أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ الألعاب، يعد فوزهم باللعبة الشهيرة كول أوف ديوتي وورزن ليصبحوا بذلك في صدارة ترتيب أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية برصيد 1000 نقطة. افتتح صاحب السمو الملك الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها قصور العسابلة التراثية الواقعة في محافظة النمص، جاء ذلك بعد ترميمها وتحويلها إلى مزار سياحي ضمن مستهدفات تطوير القرى التراثية، وتستعد محافظة النمص للعديد من الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية خلال إجازة صيف هذا العام، والتي تنطلق بحفل رسمي يقام مساء الثلاثاء المقبل. دخلت حدائق جدة سباق الموسم السياحي منذ اللحظة الأولى لانطلاق فعالياتها بمجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات، واستقبلت حديقة الأمير ماجد زوار موسم جدة 2024 بالعديد من الفعاليات المنوعة والعروض الحية وتجارب التسوق وورش العمل في أجواء من المتعة والفرحة التي تحيط بالمكان المستوحى من جمال وسحر الحدائق. بأيدي احترفت ونسجت الجمال على كسوة الكعبة المشرفة بخيوط الحرير والفضة والذهب، يعمل عدد من الشباب السعودي المفعم بالحيوية على صناعة كسوة الكعبة المشرفة عبر عدد من المراحل.
ومن جولتنا الإخبارية مشاهدينا خلونا ننتقل إلى مجموع رحلاتنا لليوم، وأول رحلة وجولة بتكون معنا بناخذكم ونروح فيها إلى الطائف مع حديقة الحيوانات، وتعتبر واحدة من أهم المعالم السياحية في الطائف. تضم الحديقة مجموعة متنوعة من الحيوانات وتتميز أيضا بمرافق خدمية متكاملة، ويوجد في الحديقة قطار ينقل الزوار في رحلة شاملة للتعرف على معالمها، مما يضيف لمسة من المغامرة والاستكشاف إلى زيارتهم. طبعا الصورة كاملة بنعرفها مع زميل تركي الأحمر المتواجد في هذه الحديقة. مساك الله بالخير تركي، تفضل الصوت والصورة معك، يعني تعطينا جولة في هذه الحديقة واللمسة المختلفة فيها. يا هلا وسهلا فيك عهد، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بدأ الصيف وبدأت جموع السياح والمصطافين يتواجدون وينطلقون إلى مدينة الورد عروس المصايف الطائف، التي تحمل العديد من كنوز التراث والثقافة والسياحة الوطنية السعودية. الطائف بتاريخها وعمقها الوطني السعودي، ويعني الأشياء الجميلة التي حملتها لنا الطائف منذ سنوات بعيدة لا زالت تستمر حتى الآن في منظومة جميلة وبانوراما رائعة نشاهدها في سماء مدينة الورد في كل يوم. بالفعل كما ذكرت عهد، حديقة الحيوان بالطائف هذه تعتبر من أهم وأقدم المعالم السياحية في مدينة الطائف. قدمت لنا هذه الحديقة وهذا الموقع العديد من المعلومات الثرية والجميلة والرائعة خلال السنوات الماضية. طبعا مرت الحديقة بعدد من مراحل التطور في السنوات الماضية، ولمسات جميلة أضيفت على هذا المكان الرائع. معنا الآن الأستاذ محمد بن عيد الصواط مدير حديقة الحيوان بالطائف، يحدثنا بصفة أشمل وأوسع عن ما تحقق في هذا الموقع من ميزات. حياك الله محمد، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. أهلا فيك أستاذ علي، شرفتونا اليوم ونورتونا داخل مدينتكم مدينة الطائف، كل عام وانت بخير. حياك الله محمد، يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. طبعا ناخذ فكره محمد عن حديقه الحيوان بالطائف، تاريخ ومعلم سياحي. اهلا فيك، احنا طبعا اليوم داخل حديقه الحيوان بالطائف، الحديقه العريقه التي يمتد تاريخها لاكثر من 25 سنه في مدينة الطائف. الحديقة بمرافقها جميعها جاهزة تمام الجاهزية لاستقبال زوارها ومصطافيها وسياحها. طبعا الحديقة تضم أكثر من 7-8 مرافق ترفيهية داخل الحديقة، ما بين معرض الثعابين والزواحف ومعرض الدلافين ومعرض الديناصورات والألعاب الكهربائية، وتضم أكثر من 70-80 صنف من الحيوانات ما بين المفترسة والبرية. جميل جميل، متى تفتحون أبوابكم محمد للزوار؟ طبعا أوقات عروض حديقة الحيوان من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأوقات الذروة وأفضل أوقات الزيارة داخل الحديقة من الساعة 4 عصر إلى الساعة 10 مساء. نعم، العروض التفاعلية محمد أضفتوها في الموقع في المكان؟ طبعا كل سنة هو موجود فيه تحديث وتجديد للعروض وإضافة عروض أخرى، ما بين عروض حديقة الطيور والمعارض الموجودة كل سنة، إحنا راح إن شاء الله نكون مستمرين في ذلك، وإن شاء الله بحلول 2030 مع رؤية سمو سيدي ولي العهد أوعدك أستاذ علي أنه هذه الحديقة راح تكون من أفضل 3 حدائق في الشرق الأوسط بحول الله. محمد، بالنسبة للصيف ويعني تواكب وتناسب الفعاليات مع الفترة، راعيتوا يعني الفعاليات وتناسبها مع فترة الصيف؟ صحيح صحيح أستاذ علي، احنا طبعا المعارض متواجدة معانا إلى أن تغلق الحديقة، والمعارض في فترة الصيف كل ساعة راح يكون في عرض للزوار، والحديقة فاتحة أبوابها لجميع زوارها. الأطفال توصيتوا فيهم أكيد ولا؟ أكيد، ألعاب كهربائية أكثر من 30 لعبة ما بين، أو أكثر من 35 لعبة ما بين ألعاب كبار وصغار وألعاب حركية وألعاب كهربائية. الأطفال هم سعادتهم من سعادتنا. أكيد. الله يطول عمرك. أكيد. ميزة الموقع محمد يمكن قربها من الردف، منطقة الردف ومنتزه الردف العام. صحيح، الحديقة طبعا افتتحت قبل منتزه الردف، ونسعى دائما أن نكون قريب من الزوار بحكم أن الحديقة شغالة طول السنة،
وتطويرها ليس فقط في فترة الصيف إنما طول السنة بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الشيخ عيد الصواط. فمتقدمين إلى أمام بحول الله وسنثبت ذلك مع الوقت بحول الله. إن شاء الله. الله يرحم والدك. ما تقصرون والله محمد. طبعا يعني منطقة يعني الحيوانات والطيور هي الرئيسية في الموضوع. فكيف يعني إقبال الناس والزوار في هالمنطقة تحديدا في نواحي معينة يركزون عليها؟ طبعا زي ما انت شايف الله يسلمك احنا مسوين تصميم الحديقة في المرحلة الرابعة اللي هي كان فيها التطوير الأخير عام 2019 على أساس انه نفصل ما بين الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة وحديقة الطيور ونعطي مساحة خاصة للزائرين في حال رغبتهم بالجلوس بالمسطحات الخضراء تحت الأجواء الطيبة هذه إن شاء الله. والحيوانات حتى متنوعة عندنا ليست صنف أو صنفين كما ذكرت مسبقا 70 صنف من الحيوانات ما بين الأليفة والمفترسة ويوجد 14 أسد تقريبا في داخل الأسد. كنت بسألك عن الأسد موجود الأسد؟ موجود 14 مو واحد 14 أسد ما بين أعمار مختلفة ما بين اليومين إلين 14 سنة ما شاء الله تبارك. الناس يتصورون مع الأسد ولا يطلبون؟ ممنوع هذا الشيء لأنه ممنوع التعامل مع الحيوانات المفترسة واحنا قد ما نقدر نخلي الاسود والحيوانات الله يكرمكم يكرم السامعين تتفاعل مع الزوار وتكون حتى تحت نظر الزوار بشكل مباشر. الله يعطيك العافيه محمد، شكرا جزيلا لك على هالمعلومات، واذا تحب تضيف شيء تفضل. الله يعطيكم العافيه على اللي حاب اضيف انكم نورتونا اليوم داخل حديقتكم حديقه الحيوان وبين اهلكم اهل الطائف. وإن شاء الله تستمتعون بالأجواء الطيبة في الطائف وتكررونها إن شاء الله. شكرا لك. الله يرحم والديك. شكرا لك. شكرا لك العافية. طبعا عهد كما قلنا هذا المعلم أو هذا الموقع السياحي الجميل في الطائف هو يمتد إلى زمن بعيد جدا جدا. كنا نعرف حديقة الحيوان وإحنا لسه صغار وكنا نجي هنا نلعب ويعني نقضي أوقات ممتعة جميلة، واليوم ما شاء الله متطورة حديقة الحيوان فيما تقدم من معلومات على الطبيعة ومعلومات مباشرة للزوار والسياح القادمين إلى مدينة الورد. كل التوفيق إن شاء الله لزوار الطائف هذا العام، وننوه بأن يعني المهرجان أو فعاليات الطائف هذا العام تحمل الكثير من الجديد والمفيد للناس والسياح والزوار. ودائما راح ننقل للمشاهدين هذا الجمال والتميز. شكرا لك تركي الأحمري على هذه التغطية من حديقة الحيوان، وشكرا لضيفك اللي قدم لنا هذه التفاصيل. مشاهدينا من جولتنا في الطائف ناخذكم إلى أول فاصل في حلقتنا لليوم، لا تروحون بعيد، ما زلنا في البداية. مساكم الله بالخير من جديد مشاهدينا، ونرحب باللي انضم معنا الآن لمتابعتنا في برنامج ديرتنا. في أحضان الجبال الخضراء تنومى تسري بها الأماني كالأنهار العذبة، ومن أعماق الجبال الشامخة تتلألأ، وفي أعالي السماء ترسم لنا الجمال. تنومى يا مدينة الخضرة والسلام، تنومى المعروفة بطبيعتها الساحرة وأجوائها اللطيفة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء المملكة، وتعد مركزا للسياحة البيئية حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة والأنشطة المتنوعة. تفاصيل هذا الجمال بنعرفها مع الزميل محمد الأحمري. أمسي عليك بالخير محمد، تفضل الصوت والصورة معك تنقل لنا هذا الجمال الفريد من تنومة.
يسعد اوقاتك عهد، مساء الخير لكل مشاهدين قناة السعودية. نعم عهد، من محافظة تنومة ومع نافذتنا المستمرة لتغطية موسم صيف عسير 2024، هذا الموسم واللي جاء تحت شعار صيف في عسير تراها تهول، الأجواء فعلا تهول، درجة الحرارة الآن في محافظة تنومة هي 24 درجة مئوية. الناس تستمتع يا عهد بالكثير من الوجهات السياحية الموجودة في هذه المحافظة، ما بين طبيعة المكان وأيضا المواقع السياحية والتراثية والأثرية. وحابين نتكلم عن هذه المحافظة، وكما تشاهدون الآن هذه اللقطات لمنتزه الأمير نايف بمحافظة تنومة. بدأت الحركة الآن وبدأ إقبال الزوار على هذا المنتزه ليطل إطلالة مباشرة على تامة عسير. حابين نتكلم عن هذا المكان وعن الكثير من الوجهات السياحية الجميلة الموجودة في هذه المحافظة، ويسعدنا أن نرحب بالمرشد السياحي الأستاذ علي آل عساف. رحب فيك أستاذ علي، سعيدين بتواجدك معنا على شاشة السعودية. الله يبارك فيك، ونتشرف والله فيكم، سعيدين كل السعادة في زيارتكم لمحافظة تنومة. طبعا محافظة تنومة من المحافظات الجميلة والرائعة في منطقة عسير، طبعا تبعد عن مدينة أبها قرابة 150 كيلو، مساحتها تقريبا من الجنوب إلى الشمال 8 كيلو، ومن الشرق إلى الغرب تقريبا 80 كيلو. نتكلم اليوم عن يعني تنومة وجمال تنومة ومتنزهات تنومة، يعني لان فيها صراحة حقها مهما تكلمنا. طبعا احنا في منتزه الأمير نايف، يعني يقع على مساحة شاسعة وكبيرة، به العديد من الخدمات والكافيهات، الممشى، الأكواخ، زي ما انتم شايفين يمكن في التغطية السابقة يعني كان يعني بدأوا يتوافدون المصيفين والسياح على هذا الموقع. طبعا مدينة تنومة بها العديد من المتنزهات، مثل متنزه الحيفة والمحفار والشرف، وكذلك تضم تنومة قرابة 60 قرية. جمال تنومة يعني يمكن حن من المرشدين السياحيين ومرشدين الهايكينج، يعني تنومة عادة تضع يعني كل مرشد سياحي أو مرشد هايكينج يضع برنامجه أو برامجه من ضمن الوجهات وجهة تنومة، لما تمتاز تنومة من جمالها وتنوع تضاريسها. كذلك يوجد في تنومة وبالتحديد في منتزه الشرف أكثر من 100 مسار تسلق. ما شاء الله. نعم. طيب خليني أتكلم معك أستاذ علي، لو قلنا الآن المشاهد جالس يتابع ويستمتع معنا بهذه اللقطات الجوية على الهواء مباشرة من محافظة تنومة، الأجواء جميلة، وأنا قبل كذا ذكرت أن محافظة تنومة تتميز بارتفاعها مع محافظة النماص وأيضا سودة عسير، وتعتبر الأقل برودة على مستوى منطقة عسير. صحيح. لكن خلنا نتكلم عن الجدول السياحي، الزائر الآن إذا حاب أنه يوصل التنومة، وأنتم كمرشدين سياحيين وهذا يعني جزء من دوركم، إيش تنصحه؟ كيف حيكون يعني جدوله حتى أنه يستمتع ويقضي إجازة جميلة؟ طبعاً عادة لكل مرشد سياحي برامجه الخاصة، بحيث أنه يعني يضع برنامج على رغبة السائح، يعني يستشف من خلال أفكاره وآراءه ورغباته ويضع بذلك في البرنامج الخاص. فعندنا من ضمن الوجهات في تنومة طبعا غير المتنزهات المعروفة، منتزه الحيفة، المحفار، الشرف، كذلك عندنا الأسر المنتجة، أحيانا يكون في استقبال داخل البيوت، وجبات كاملة جاهزة، الفطور، الغداء، العشاء. كذلك عندنا من أهم المعالم في تنومة بالذات اللي هو بعض الشجر المعمر الذي يقدر عمره تقريبا ب 1440 سنة. جميل. ومحيطة تقريبا حدود 7 متر أو أكثر. جميل. خلينا نتكلم عن، أنت تكلمت وجبت لنا طاري للأكلات الشعبية، وما شاء الله أهل تنومة فنانين في موضوع الأكلات الشعبية، لو تعرج لنا على بعض الأكلات الشهيرة في محافظة تنومة. طبعا محافظة تنومة تمتاز، ويمكن محافظات المنطقة خاصة يعني منطقة رجال الحجر بالمشغوثة. المشغوثة عبارة عن اللي هو الدقيق، اللي هو الذرة مع البر، قطعة صغيرة من البر،
مع السمن والعسل، وهذه الأكلات المشهورة في المنطقة. كذلك العريكة، الخبز التنور، الرضيفة مع السمن، كذلك الحنيذ، يعني فهذه من ضمن يعني الأكلات المشهورة في المنطقة. جميل، خلينا نتكلم على موضوع الأودية، الجبال، المناطق هذه اللي نقدر نقول إن فيه عدد من السياح أو الزوار يرغب إنه يعني تكون جولته السياحية في مثل هذه الأماكن. طبعا عندنا يعني جمال المنطقة، يعني نقدر نقول إنها الوجهة الأولى على مستوى المملكة من ناحية رياضة الهايكينج. طبعا تقريبا قبل سنتين أقيم فيها دورة على مستوى المملكة اللي هو مرشدين هايكينج، اللي هو دورة تعتبر دورات متقدمة في رياضة تسلق الجبال اللي قدمها الاتحاد الدولي للتسلق وصعود القمم. جميل، هل في فعاليات للهايك بما أنك يعني مختص في الهايكينج ودائما يعني ما شاء الله المنطقة برضو مساعدة للأجواء وبرضو طبيعة المنطقة فيه؟ طبعا رياضة الهايكينج يعني شبه يومي ما شاء الله. وعندنا مسارات يعني لا تعد ولا تحصى في الذات. نبغى أبرز المسارات علشان المهتمين بهذه الرياضة الآن ويتابعونا على شاشة السعودية نقدر أن يعني نحط الكشاف على هذه المواقع ويقدرون أنهم يعني عندنا في منتزه الشرف بخلاف مسارات التسلق عندنا مسارات هايكينج، يعني تقريبا عشرات من المسارات، مسارات تطل على منتزه الشرف، تطل على تنومة، مسارات متدرجة ما بين السهل إلى الصعب جدا. يعني عندنا في قياس في رياضة الهايكينج تقاس من 1 إلى 10 من سهل إلى صعب جدا. فعندنا في تنومة هو الحمد المسارات يعني تناسب جميع الأعمار وجميع القدرات وجميع الفئات. جميل، خلنا نتكلم على موضوع البرامج، الفعاليات، خصوصا الفعاليات التراثية والفلكلورات أكيد يعني حاضرة في مثل هذا الموسم. يعني أكيد يعني كل محافظة ولله الحمد بجميع يعني فروع الوزارة فيها وفروع الدوائر الحكومية كاملة لها برامجها الخاصة، من أمسيات شعرية غنائية، كذلك عندنا برامج خاصة بالسياحة وبرامج سياحية متنوعة، زيارات مواقع، إطلالات. عندنا ما شاء الله عندنا منتزه الحيفة هنا من أجمل الإطلالات على تهامة يعني. وكذلك الأجواء الحمد لله زي ما أنت شايف اليوم الجو جميل إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى الله يغيث البلاد والعباد. اللهم آمين. إحنا حقيقة سعيدين بتواجدك معنا ومستمتعين على هذه اللقطات. يا ليت سعيد يرجعنا على اللقطة الجوية قبل شوي ونستمتع بهذه اللقطات الآن اللي تشاهدونها مشاهدينا الكرام متابعينا لهذا المنتزه الجميل، منتزه الأمير نايف. طبعا المنتزه هذا يشهد حركة بشكل كبير الآن، يعني جالسين نشوف حركة الزوار في كل الاتجاهات في هذا المنتزه. أيضا هذه المحافظة اللي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في منطقة عسير أو على الشريط أو الطريق السياحي في مرتفعات منطقة عسير. يعني مع تعدد الوجهات السياحية في موسم صيف عسير 2024 تعتبر محافظة تنومة من أهم الخيارات للزائر الكريم وكل من يصل إلى منطقة عسير. حقيقة نستمتع بالأجواء في هذا التوقيت الآن، وكما ذكرت لكم درجة الحرارة هي 24 درجة مئوية. الأجواء جميلة جدا، الزائر في هذا المكان يستمتع بالخدمات أيضا اللي تقدم للزائر في منتزه الأمير نايف، إلى إضافة إلى عدد من الوجهات السياحية. هذه طبعا الصورة عهد من محافظة تنومة ومن هذا الموقع السياحي. أعود لك بالصوت والصورة، تفضل. شكرا جزيلا لك على نقل هذه الأجواء وهذه التفاصيل والمواقع السياحية التي تتميز فيها تنومة. شكرا لك الزميل محمد الأحمري وشكرا لضيفك الكريم. مشاهدينا، رصدت لنا عدسة المصور ماجد العتيق أكبر وأقدم عقل الزلفي وأكثرها سكانا، حيث تقع الأثلة غرب محافظة الزلفي على بعد 7 كيلومتر في وسط رمال ثويرات، ويقع بجوارها أطول نازلة، ويوجد في الأثلة ما يقارب 40 بئرا. نتابع. We'll be right back.
شكرا الماجد العتيق على هالمشاركة في عدسة ديرتنا. نتوقف مشاهدينا معكم فاصل وراجعين في ديرتنا، ما زال عندنا العديد من الجولات، خليكم معنا. جديد متابعينا وحبايبنا، الباحة تنثر الإبداع شعرا ونثرا، وفي أجواء الباحة البديعة علي الصافي مجهز لنا أوزان وقوافي مع ضيوفة وزوار، التفاصيل بنتابعها من هناك مع علي. أمسي عليك بالخير علي. طيب راح نعاود التواصل مع علي لتقديم هذه التغطية. ننتقل الآن مخرجنا عبد الله، نشوف معكم جولتنا مشاهدينا في فعاليات ديرتنا. عاد سيتي ووك الى موسم جده للعام الرابع على التوالي، مؤكدا مكانته كواحد من ابرز الوجهات الترفيهيه في المدينه، يتميز بتقديم تجارب متنوعه ومثيره تناسب جميع افراد العائله، مما يجعله وجهه لا غنى عنها خلال هذا الموسم الساحر. نتابع معكم هذه الرحله اللي قدمتها الزميله آية سحرتي. أخيرا فتحت منطقة السيتي ووك، واحدة من أجمل فعاليات موسم جدة، واللي حتقدم لكم تجارب ممتعة في 8 مناطق مختلفة بإضافات جديدة وتجارب ترفيهية ممتعة لكل الأعمار. متحمسة أعرف إيش موجود في هذه المنطقة، يلا نروح جولة ونكتشف إيش الموجود في السيتي ووك. منطقة ترفيهية ضخمة بتقدم عدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، من عروض مسرحية وألعاب ترفيهية ومناطق مخصصة للأطفال وعروض موسيقية حية ومتجولة تناسب جميع الأذواق. شوفي الفعالية كلها خارقة من الجمال ورائعة جدا، خطيرة خطيرة خطيرة، لكن أنا شخصيا أعشق مصر، أعشق أهل مصر والقاهرة. أنا من جد حاسة نفسي سافرت وأنا في جدة. موسم جدة سنة عن سنة بيتطور وبيتحسن للأمانة، مقارنة بالسنة اللي فاتت الصراحة للأمانة جدا جدا جميل ومتعة لا نهائية بالنسبة للعائلة. حقيقة أنا جدا مبسوط في المكان. طبعا احنا عرسان 2024 واخترنا أن يكون شهر عسلنا في جدة. أنا ورواد دائماً نروح مواسم جدة، خصوصاً السيتي ووك كل ما فتح لازم نكون متواجدين، من أجمل الأماكن اللي تجمعنا، ومرة أحب هذا المكان، وكل مرة عن مرة أنا أتفاجأ أنه بيتطور أكثر، بصير من فعاليات أكثر أحلى، وإن شاء الله باقي لنا بس مصر، راح نشوفه ونقول لكم رأينا أكيد. فعالية كويسة، بتخليك بتعرف على العالم كله في مكان واحد، أنت كل منطقة وكل منطقة في العالم جمعها لك في مكان. فانت بس يا حبيبي، فانت بتعرف كل الاماكن عن طريق مكان واحد، فدي حاجه كويسه خالص. يعني انا اصلا كل سنه باجي السيتي ووك، السنه دي اصلا مختلفه وفيها فعاليات كتيره مختلفه عن كل سنه، بالذات الالعاب الترفيهيه بتاعه الاطفال، وما شاء الله على التنظيم يعني جميل جدا ما شاء الله. موسيقى
سيتي ووك هنا البرحم. فعليا سيتي ووك مرة حلوة، السيتي ووك مرة جميلة ما شاء الله، وفيها ألعاب كثيرة وخطيرة وحلوة، كل الناس يسكن فيها. خلصنا جولتنا لليوم، وزي ما شفتوا المكان مرة حلو، المناطق الموجودة هنا دائما متجددة، والحلو فيها أنها تدمج بين الثقافات المختلفة والمغامرات المثيرة، وده الشيء اللي بيميز السيتي ووك ويخليه وجهة سياحية مميزة لكل زوار مدينة جدة. على هذه التغطية الرائعة، وثقتي تجارب مختلفة للزوار في فعاليات سيتي ووك ضمن موسم جدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نرجع معاكم من جدة إلى عاصمتنا الرياض مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو الحدث العالمي اللي يجمع أفضل اللاعبين والفرق من جميع يعني من مختلف أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية. يعد هذا الحدث قمة الاحترافية في مجال الألعاب. تفاصيل أكثر عن هذا اليوم في هذه البطولة بنعرفها مع الزميل عبد الرحمن العبسي. مساك الله بالخير عبد الرحمن، لو تقل لنا أجواء البطولة في هذا اليوم، خصوصا بعد فوز الفريق السعودي في أول ألقاب هذه البطولة. حياك الله عهد، امسي عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام، تحيه لهم موصوله، وكذلك تحيه لفريق فالكون المتوج باولى بطولات كاس العالم للرياضات الالكترونيه. بصراحه فخر كبير نعتز فيه من خلال التتويج بهذه اولى البطولات، وهي باكوره انطلاقه بطولات وتتويجات الخاصه بكاس العالم للرياضات الالكترونيه. بالتاكيد اليوم كان الحديد كله يطغى على تتويج الفوز الفريق السعودي، حتى مع الاعلام الاجنبي والاعلام العالمي حديث يوم بانه بالتاكيد مستضيف، وان ذلك يكون من خلال تتويج الفريق المستضيف، هذا يعطي دفع أكبر من خلال قادم البطولات. وبالتأكيد بأنه اليوم كما تحدثنا معكم راح يكون بإذن الله وانطلاق بطولة ثانية البطولات والنهائيات متواجدة في هذا الكاس، كاس العالم للرياضات الإلكترونية، في تمام الساعة 7 مساء. أمس كان في الكول أوف ديوتي، اليوم راح يكون في الليج أوف ليجند إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق المشاركة وللفرق السعودية المشاركة في هذه البطولة. طبعا عهد، النظام في هذا الكاس كاس العالم للرياضات الإلكترونية يكون من خلال النهائي يلعب بعد إن شاء الله يعني تقريبا ياخذ ساعة كاملة، بعد النهائي يكون هناك المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق الفائز في هذه البطولة، بعد يكون في لقاءات مع الإعلاميين وأخذ الصور التذكارية وتوجيه الأسئلة للفريق الفائز. أيضا الحديث عن حضور السعودي في الأيام الماضية واليوم الاستعداد للحضور من خلال الساعة 7 مساء هذا اليوم، الحضور طاغي وكبير، وبالتأكيد الجمهور السعودي جمهور محب للرياضات الإلكترونية، يمكن هنا على مستوى الطبيعي يمكن ما تصادم في ناس كثير يلعبون الألعاب الإلكترونية، ولكن هنا في البوليفارد سيتي لما نشوف مثلا كأس العالم للرياضات الإلكترونية شاهد من جميع مناطق المملكة وشتى مناطق المملكة حضور هذا المحبين الرياضات الإلكترونية وتواجدهم في كأس العالم للرياضات الإلكترونية ودعمهم واهتمامهم، واللي شفناه أكثر معرفتهم بكثير من اللاعبين الأجانب واللاعبين العالميين المهتمين بكل لعبة على حدة. فإن شاء الله اليوم نقول التوفيق لكل فرق السعودية المشاركة من خلال بدء هذا ثاني بطولات من خلال الساعة 7 مساء كما ذكرنا، من خلال بطولة أو نهائي ليج أوف ليجند اختعهد. يعني شكرا لك على نقل هذه التفاصيل والأجواء التنافسية من هذه البطولة العالمية، الزميل عبد الرحمن العابسي يعطيك ألف عافية. مشاهدينا من جولتنا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية نأخذكم في لهذا الفاصل في حلقة اليوم، وراجعين بديرتنا، خليكم معنا.
الله من جديد مشاهدينا، نعود معكم إلى الباحة التي تنثر الإبداع شعرا ونثرا، وفي الأجواء البديعة علي صافي مجهز لنا أوزان وقوافي مع ضيوفة وزوار منطقة الباحة. أمسي عليك بالخير علي، تفضل انتقل لك بالصوت والصورة نشوف معك هذا الإبداع الشعري. مساء النور والسرور يا عهد، مرحبا هيل عد السيل بك وبجميع المشاهدين والمتابعين للشاشة السعودية ولبرنامج ديرتنا. عندما نتحدث عن الشعر فالشعر هو ديوان العرب، عندما نتحدث عن التاريخ فإننا نتحدث عن الأوزان والقوافي. علم العروض والقافية الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي ووضع فيه 15 وزنا ما بين الكامل والوافر والمجتث والمتقارب والمنسرح والخفيف والطويل وغيرها من الأوزان، وتكمل الصورة الجمالية بالوزن والقافية وأيضا المعاني والمحسنات البديعية ما بين الجناس والطباق وبين التورية وكل معاني اللغة الجميلة التي عاشت المملكة العربية السعودية فيها العصور الزاخرة من الشعر والثقافة والجمال. اليوم لدي أحد الوجوه اللي يكمل جزء الصورة المميز، فنقول كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. رجل يعرف سجدة الشعر كما نعرف سجدة القرآن، اتخذ من الشعر نعلين يطأهما كيف يشاء وأينما يشاء ومتى ما يشاء، وسنعرف في تفاصيل هذا النقل ما هو هذا الشعر وكيف تكون في الباحة وكيف ساهم النادي الأدبي في منطقة الباحة بدعم السياحة وكما يحب أن نسميه ببحتري الباحة. فنرحب بالأستاذ حسن الزهراني بحتري الباحة ببيت البحتري، سلام الله عليك كل صباح، فأهلا وسهلا حسن الزهراني، حياك الله وأسعد الله مساءك بالمسرات. حياك الله وأسعد الله بسرور مساءك ومساء كل المشاهدين وهذه الوجوه التي معنا. أولا في البدء دعني أشكرك وأشكر كل الزملاء هنا وأيضا في الرياض، وسأبدأ قبل كل شيء بتهنئة بعامنا الجديد. استهلالية استهلالية، تفضل. نحن اليوم في مطلع الشهر المحرم، نسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير علينا وعلى قيادتنا وعلى شعبنا وعلى كل من يحب السلام في هذا الكون. جعل الله عامكم عام خير وسرور وغبطة ورخاء، وأتاكم من فضله وكفاكم كل سوء ولوعة وعناء، وحباكم تقى وحلما وعلما لتنالوا بالحب كل رجاء، وبلغتم أسمى المراتب مجدا، ورأى الأنس نبضكم بالهناء وروى الأنس نبضكم بالهناء. ثم يا سيدي الحديث عن الشعر وعن البحتري، أولا البحتري أنا أشكر كل من وصفني بالبحتري، لكن كل ما أتمناه أن أكون حسن الزهراني، لأن حسن الزهراني يجب أن يكون كل شاعر ليس حسن الزهراني يجب أن يكون له بصمة خاصة، وبالتالي أنا أعتز وأفخر وأشرف بالبحتري، ولكن أتمنى أن أكون حسن الزهراني فحسب، الرجل المتواضع الذي يعشق الباحة ويعشق الوطن ويعشق شعب صميعة حالة ساكنية كالسلام والقسم العظيمة جنوب السعودية العظمى. يا سلام، إذن في هذا التواضع الشعري العظيم هناك فكرة لأحد الشعراء النبطيين يقول كلمة الشاعر مهيب اللي يتكبر جاهي، لا تقدمها على اسمي واسمي أكبر منها، ربما أنك اتخذت نفس الفكرة. يا سيدي فعلا والله، هو يجب أن يرسم الشاعر لنفسه مسارا، وبالتالي أتذكر أن أحد النقاد تحدث عن هذا الموضوع وقال لماذا نجد في قصائدك تمايز واختلاف، قلت أنا لا أكتب للنقاد، أنا لا أكتب لأحد، أنا أكتب للشعر، أكتب لي، أكتب لي ما حولي من الكون، من حجر وشجر وبشر وطيور وفراشات وزهور وكل، ولذلك ترى في تغريداتي كل هذه الأشياء حاضرة وحية. يعني هل بيئة الباحة هي التي شكلت الشخصية الشعرية لحسن الزهراني؟ الباحة طبعا، الباحة منطقة تصنع على الجمال، هي كما قلت عنها هي شهرزاد الغيم، جاوز وصفها أفق البيان وأذهل التعبير. الباحة نحن عندما نتحدث عن كيف صنعتنا الباحة، عندما نتذكر ونحن في الطفولة صغار
كل شيء كان حولنا شاعر، السماء، الغيوم، الهواء، الشجر، الآباء والأمهات الذين كانوا يتغنون بالشعر صباح مساء. لذلك من الطبيعي، وأنا أقول كل أهل الباحة بل والجنوب شعراء إلا من حرم الله وليس من رحم الله. إذن نتحدث اليوم كيف رأى حسن الزهراني الباحة بعين القافية والضرب والعروض. يا سلام، أنا سأتحدث عن الباحة من خلال ما كتبت عنها. طبعا دعني في البداية أقول أنا كتبت عن الباحة الكثير، وجمعت ما كتبت عن الباحة في ديوان أسميته شهرزاد الغيم. ومن أجمل الصدف أن بعد أن طبع طلبت منه أمانة منطقة الباحة 1000 نسخة لتوزيعه على المصطافين، وهنا معي إن أذنتم لي نسخة من هذا الإصدار الذي أتمنى والله أن ينال يعني رضا المصطافين، وسيجد كل مصطاف نسخة من هذا الديوان الذي هو أمامكم الآن. هذا خاص بالباحة فقط؟ كل جمعت فيه طبعا بناء على طبعا حديث كان بيني وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي الصواط، جمعت فيه كل ما كتبت عن الباحة منذ 40 لا كثير 40، أنا عمري 20 كيف صار؟ لا الشعراء لا يشيبون. المهم أنه جمعت منذ 40 سنة كتبت عن الباحة، وجمعت في هذا الديوان كل ما يتعلق بالباحة، كل ما كتبت عن الباحة، كل ما كتبت عن إنسان الباحة، عن أجواء الباحة، عن كل ما يتعلق بالباحة إنسانا ومكانا، وجمعته هنا. وإن شاء الله سيوقع هذا الديوان قريبا بإذن الله بحضور نخبة من المثقفين وأيضا المصطافين بإذن الله واحد الأحد في أمانة منطقة البحر. بعد كل هذا الكلام الجميل يا أستاذ حسن، ودنا نعرف ومتشنفين وحنا مبسوطين، ودنا نسمع الشعر اللي كتبه حسن الزهراني في منطقة الباحة. كيف تغزل حسن الزهراني في الباحة بالأصح؟ والله يا سيدي شوف، أنا كتبت عن الباحة كثير، ولكني سأختار مقتطفات من 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 قصيدة طويلة كتبت أنا من باحة العبير. فغني ما تغنت على الغصون حمامة، كل روض هنا قصيدة شعر، كل واد رواية أو مقامة، كل طود هنا منارة فخر رفع المجد فوقها أعلامه، نسمات المساء ألحان سحر عزفت للحقول لحن الغمامة، أذن الطهر محرما من رباها، ولسان البيان يتلو الإقامة، ولهذا نذرت روحي فداها من رواب السرات حتى تهامه. ولهذا نذرت روحي فداها من رواب السرات حتى تهامه. شكرا لك ولكل هذا الجمال اللي قدمته لنا يا أستاذ حسن. الله يبارك فيك، شكرا لكم أنتم، وأنا ممتن والله لهذا اللقاء، وأتمنى والله أن نلتقي دائما على الخير والمحبة، وسعيد جدا بكم والله. شكرا لك، كرمك الله، شكرا جزيلا. طبعا شكرا للأستاذ حسن الزهراني على كل هذا الإثراء الجميل ما بين الشعر والقافية وعلم العروض، وهذا الكتاب كما حفظت ورددت سابقا عن مكتبتي أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبة ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب، سيكون لهذا الديوان أيضا مكان في تلك المكتبة. شكرا لضيفي ولك يا عهد ولجميع السادة المشاهدين والمتابعين، عودة إليك مرة أخرى. الباحة لا يليق فيها إلا هذا الجمال الشعري اللي قدمته الزميل علي صافي مع ضيفك الشاعر الأستاذ حسن الزهراني. شكرا جزيلا لك على هذه التغطية البهية. إلى هنا مشاهدين نكون وصلنا لختام حلقتنا ورحلاتنا معاكم لليوم. لا تنسون أن رحلتنا تتجدد معاكم غدا بإذن الله على نفس الموعد. نلتقي بكل الحب بإذن الله، في أمان الله.